خرجت جماهير رستن لتعبر عن استيائها من المؤتمرات التآمرية التي يدعو إليها المحتل الروسي وعصابات بشار الأسد وإيران المجوسية، ووقفت هذه الجماهير وقفة احتجاجية ضد مؤتمر سوتشي وجميع المؤامرات التي تحاك على ثورتنا المباركة والتي تهدف إلى طمس أهداف وتطلعات شعبنا الحر الأبي في الحرية والخلاص من هذا النظام المجرم وهذا الإجرام الأسدي العالمي.